أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقات الدعم التي نقدمها. هذه الحلقة في إطار يعني درس الشخص والهوية. كل شخص منا يحمل هوية تطبعه وتجعل منه ذاتا تعي ذاتها باستمرار في إطار وحدة متكاملة، كما تعي تميزها عن الآخرين وعن الغير. وقد يكون أساس الهوية الشخصية إما الوعي أو الذاكرة أو إرادة الحياة التي تتجلى في الرغبات، أو أنها تكتسي أبعادا متعددة. يمكن تقسيم الشخص والهوية إلى أربع مقاربات متباينة على الشكل التالي، يعني الشخص والهوية من خلال ديكارت، جون لوك، وموني، وشوبنهاور. يعني بتعبير آخر، إما عن الفكر أو الذاكرة أو الروح أو الإرادة. المقاربة الديكارتية أو مقاربة ديكارت يرى أن الفكر هو الذي يمثل هوية الشخص، فجوهر ذات الإنسانية في نظره هو الفكر. فبدون فكر لا يمكن للإنسان أن يعي ذاته ووجوده وماهيته، وبدون الفكر لا يمكن أن يبلغ أو يصل إلى مراتب الحقيقة أو الحقيقة. فالكوجيتو ديكارتي أنا أفكر إذن أنا موجود يدل بشكل قاطع أن الفكر يجسد هوية الشخص. فالشخص يمارس مجموعة من العمليات المعقدة العقلية والذهنية، كالشك والفهم والتصور والإثبات وعمليات أخرى. وأن هذه الممارسات أو ممارسة الإنسان لهذه العمليات تأكيد على وجوده، وحينما ينقطع عن هذه الممارسات العقلية ينقطع عن الوجود. من طبيعة الحال جون لوك، المقاربة الثانية لجون لوك الفيلسوف الإنجليزي 1632 1704، في كتابه مقالة في الفهم البشري سنة 1690، يعتمد على مقاربة ميتافيزيقية في تفسير الأساس أو المبدأ الذي يحافظ على وحدة الهوية الشخصية ودوامها واستمرارها، وهو مبدأ يحدده جون لوك في الشعور الذي يكون للشخص عن أفعاله الخاصة وتجاربه الحسية. وعندما يكون هذا الشعور مصاحبا من طبيعة الحال للفكر، فإنه ينتج وعيا يستمر في الزمن بفعل الذاكرة، والتي يعتبرها يعني يعتبر جون لوك أن الذاكرة هي امتداد واستمرار لهذا الوعي في الزمان والمكان. في نظر جون لوك فإن الذاكرة هي الخيط الرفيع، هي الخيط الرفيع الذي يحفظ للإنسان أو يحفظ الإنسان من الانزلاق والانشطار، وهو ما عبر عنه ليبنز في قولة مشهورة يلخص بها موقف جون لوك: من فقد ذاكرته، يعني من فقد ذاكرته يصبح شخصا آخر. نأتي إلى المقاربة الثالثة، مقاربة يعني شوبنهاور. مقاربة شوبنهاور أنه يعني شكلت يعني أطروحة جون لوك حول الهوية الشخصية لحظة حاسمة في التناول الفلسفي لهذا الإشكال، سيجعل الكثير من الفلاسفة إما أن يؤكدونها أو ينتقدونها، كما هو الأمر مع شوبنهاور 1788-1860، والذي ينطلق في كتابه العالم بوصفه إرادة وتمثلا سنة 1813 من الجسد الذي أهمله جون لوك
ليؤكد أن الشخص أولا وأخيرا هو الجسد، وأن لكل شخص تجاربه الحميمية مع جسده. بطبيعة الحال وهي تجارب سابقة عن الوعي والتعقل، بل تسمح له يعني الإنسان اكتشاف أن ما يشكل يعني حقيقته وماهيته وبالتالي هويته الشخصية هي إرادة الحياة وليس الوعي أو الذاكرة. ننتقل إلى المقاربة الرابعة، مقاربة مونيه. يرى هذا الفيلسوف الفرنسي صاحب الكتابين الشخصانية والثورة الشخصانية، يرى أن هوية الشخص تتشكل من أبعاد متعددة، فهو ليس بعدا واحدا فقط، فالشخص ليس موضوعا يمكن تجزئه، يعني الإنسان أو الشخص هو وحدة كاملة لا تقبل التجزئ، فهو روح يمكن معرفتها وتشكيلها من الداخل، فكل المعارف المتعلقة بمظهره الخارجي أو انتمائه الخارجي من طبيعة الحال أو المظهري أو الاجتماعي أو الثقافي أو الطبقي لا تعطي صورة واضحة عن هوية الشخص، ما دام هذا الأخير عبارة عن بنية داخلية لا يدركها ولا يكتفي أثرها إلا الشخص ذاته. تسهيلا يعني للمتعلمين، هناك عبارة صغيرة جدا يمكن الإنسان أن من خلالها أن يستوعب الهوية الشخص والهوية. هذه العبارة من طبيعة الحال مجهد شكا، مجهد شكا، فالميم تحيل إلى الفيلسوف موني، حرف الجيم يشير إلى جون لوك، الهاء تحيل إلى الهوية، والدال يحيل إلى ديكارت، وحرف الشين يحيل إلى الشخص، وشوبنهاور يحيل إلى الإرادة، كما أن كلمة شك تحيل إلى الكوجيتو، أنا أفكر إذا أنا موجود. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، دمتم في رعاية الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.